السلام عليكم. إفطار جمع بعض الشخصيات في مدينة الخليل مع ضباط الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، واللي هي عبارة عن احتلال داخل احتلال وسيلة لقمع الفلسطينيين، كل هذا في الوقت اللي بيعاني فيه أبناء شعبنا قمع المحتل، وفي الوقت اللي دماء الشهداء بعدها ما جفت. شخصيات ما بعرف إذا سمت باسم رب البرية قبل الإفطار أم باسم ضباط الإدارة المدنية، أفطرت على صوت الأذان أم على صرخات أطفال الشهداء والنسوان. سم الهاري للي بيدعي قاتل شعبي يوكل أكله أو يوكل من أكل العادي، وطبعا داري سم الهاري للي بيسمع إنه جاره اللي مبارح ترك صغاره مستشهد بالطلق الناري وعامل حاله ما هو داري سم الهاري. سم الهاري للي أفطر عنده لوثة بيفطر على الله أكبر وبجنبه اللي هادم داري سم الهاري. سم الهاري للي بيختم صومه لربه إن كان صايم بلمه مع قتلة شعبه من ستر النخوة ترى عاري سم الهاري. بلا لحظة، ضباط الثكن الأمنية صاموا فعلا؟ رفعوا إيديهم ودعوا لشعبي افرجها يا الرب الباري سم الهاري. يخرب بيتك يخرب بيتك ورح مخك، قاعد تعلف في اللي يطخك؟ عفوا عفوا، ما هو طخه مش صايب فيكم، طخوا عجارك طخوا عجاري سم الهاري. سم الهاري داخلي هو الضحكة عريضة، ما تقول إلا مرجع أرضه. خش موطي خش موطي عريان اللي بقتل شعبه، مفكر حاله متغطي ولرضى قتلت أهله شاري سم الهاري. شو طابخ له ها؟ طعميته أكلات بلادي؟ مسخن مقلوب دوالي ولا أنت متطور عامل جاج مسحب مع صوص كاري سم الهاري؟ سم الهاري للي بيشرب على إفطاره دم الشهداء وبيوكل من لحم بلاده، له يا أبو عدا فل اعتاده، إنه وطنهم آخر همهم كل همهم تيعيشوا سعدة، حتى لو صاموا عن العزة بقضوها بكم أغنية وطنية ومع كم هزة رح تيجي في الشهر التالي. سم الهاري خاطركم.